السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا أسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا، يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه، يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان حصان طروادة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. بدأ غريبا الإسلام في مكة حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام على حين فترة من الرسل في جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم به حكما. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام فأبطل عادات الجاهلية وقضى على معالم الوثنية وغير الكرة الأرضية من ظلم وتجبر واستعباد وتكبر إلى تواضع وتسامح ومساواة وعدل ومحبة ومساواة صلوات ربي وسلامه عليه. وتوالت الأحداث وراء الأحداث حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فولدت غربة ثانية. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن غرباء يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم أهل استقامة دائمة لا تنفك عنهم. إذا تغيرت الأحوال، إذا تغير حال الأمة والتبست عليهم الأمور، هم ثابتون على المنهج على سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قابضين على دينهم كالقابضين على الجمر، لذلك هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. انظر إلى حال الأمة في هذا الزمان، ترى الأمة قد انحرفت انحرافا مروعا عن منهج رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. لذلك الأمة في هذا الزمن وبكل أسف انحرفت انحرافا مروعا عن منهج رب العالمين وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. طوبى للغرباء. في زمن الغربة قد تبدو راية الباطل عالية وقد ينزوي الحق إلى حين، ولكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين. في زمن الغربة لا يضرك قلة السالكين وكثرة الهالكين. في زمن الغربة قد توصف بالمنبوذ بالمتشدد بالإرهابي، ولكن لا يغرنك كل هذا. صبرا صبرا أيها الغرباء فإن العاقبة للمتقين، صبرا صبرا أيها الغرباء الذين تصلحون إذا فسد الناس. في زمن الغربة قد تشعر بالوحدة بين أهلك ويضيق صدرك بما يقولون وتصبح منبوذا بين الآخرين، صبرا صبرا فإن الله مع الصابرين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. كثير من المسلمين في هذا الزمان يشعرون بتلك الغربة. أسباب عديدة أدت إلى تلك الغربة في هذا الزمان، على رأس تلك الأسباب انتشار الأفكار المنحرفة الغريبة الغربية، وخاصة في عقول الكثير من الشباب. وأكثر ويمكن أفضل مثال على غربة الشباب وغربة المسلمين في هذا الزمان وغربة الدين في هذا الزمان قصة حصان طروادة. ما هي قصة حصان طروادة وما سبب الغربة التي يعاني منها الكثير من المسلمين في هذا الزمان؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان حصان طروادة، والذي أرحب فيه بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب والسمد الطيب أخي الحبيب الشيخ وائل خضر. أهلا شيخ وائل. أهلا حضرتك. حياكم الله بياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم خير وينفع بكم بلاد والعباد. الشيخ وائل، النهارده بنتكلم عن غربة الدين. نعم. وخطوات التغريب وانتشار الأفكار المنحرفة والغريبة والغربية في عقول الكثير من المسلمين والمسلمات من قبل الغرب وخاصة في عقول الشباب. وأنا كما ذكرت من آنفا شيخ وائل قلت إن أقرب مثال على ذلك على غربة الدين في هذا الزمان قصة حصان طروادة. يمكن كتير من المسلمين وكتير من الشباب
سمعوا عن حصان طروادة، ولكن ممكن سمعوا العبارة والمقولة حصان طروادة وما يعرفوش ايه هي القصة. عاوزين في بداية الأمر، ما هي قصة حصان طروادة وكيف نربط بينها وبين واقع المسلمين في هذا الزمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، برحب بك دكتور محمود الأول، يعني مبسوط إن احنا شايفينك. حصان طروادة هي قصة احنا يعني هندخل منها المدخل غربة الدين وازاي الافكار دكتور محمود انتشرت. زمان كان في حرب بين الاغريق، تحديدا بين اليونانيين وبين منطقة او مكان او بلد اسمها طروادة. الحرب دي استمرت فترة كبيرة جدا جدا جدا، ولكن لم يتم فيها النصر للجانب اليوناني اللي بيحارب طروادة لشدة الحصون. الحصون كانت شديدة جدا ومحصنة تحصين شديد، مش هينفع يخترقوا هذه الحصون. فجت لهم فكره النجار عندهم انه يبني حصان ضخم جدا مجوف من الداخل، وان هم يحطوا داخل الحصان ده محاربين من عندهم اشداء وشجعان. حصان من خشب. من خشب، ونجار حصان من خشب مجوف من الداخل. هيحطوا جوه الحصان ده مجموعه من المحاربين الاشداء ويقفلوا، مش باين خالص من بره، اللي انت شايف هيكل حصان. وحطوه قدام البوابه بتاعه الحصن بتاع طروادة، والجيوش بدات تركب السفن وكانها بتنسحب. بالفعل اهل طروادة بصوا لقوا السفن بتنسحب، ولقوا حصان قدام البوابه، فقالوا هديه من الاله، انها هديه من الاله، سبب بقى ان هم ما تهزموش. ودخلوا بالفعل الحصان جوه البلد واغلقوا الحصن. بالليل المحاربين طلعوا فتحوا البوابات، الجيش رجع، دخلوا جوه البلد، قتلوا كل من فيها واحرقوا البلد كامله، واحتلوا البلد بسهوله جدا وبحيله بسيطه جدا يعني. فدي قصه حصان طروادة باختصار يعني 10 سنوات من الحرب، وشوف بحيله. نعم. بحيلة عملها أحد النجارين بسيطة أن هو يهدمه ويحرقهم. طيب الداخل، كيف نربط بين هذه القصة قصة حصان طروادة وبين غربة الدين؟ لو لاحظت دكتور محمود أن احنا قلنا أن الحرب استمرت تقريبا 10 سنين وما حصلش فيها نصر ولا اختراق للحصون، بس اخترقوها بحيلة بسيطة جدا جدا. في الظاهر حصان وهدية والشكل جميل جدا، ومين اللي دخل الحصان جوه؟ أهل طروادة اللي هم أصلا بيحاربوا العدو ده ومتحصنين. دخلوا الحصان في أمان جدا، واتفتحت الحصون من الداخل ولا من الخارج؟ فتحت الحصون من الداخل. كذلك اللي حاصل دلوقتي برضه دكتور محمود، إن في بدأ تغريب للشباب من فترات طويلة ومن أزمنة بعيدة، وأصحاب أفكار فكر التغريب ده عندهم صبر شديد ما شاء الله. فضلوا يدخلوا الأفكار للشباب المسلم، يدخل فكر بسيط بسيط بسيط، وبعد كده الشباب ده بقى ينطلق من الداخل لنشر هذه الافكار. طيب. فاحنا دخلنا حصان طروادة هذه الافكار الغريبه بعض الشباب. نعم. واللي تشربها دخلناها فين؟ عندنا. فاصبح الفكر بينتشر من الداخل وليس من الخارج فقط يعني. دي اللي بيطلق عليها حرب الافكار وحرب العقول. بالظبط. طب عايزين نشوف ايه خطوات التغريب هذا يعني. نعم. الغرب كيف استطاع ان هو يصل الى عقول الشباب؟ طبعا اول خطوه من خطوات التغريب فكره استقطاب الشباب. هو الاول هيبتدي يحط خطه ازاي الشباب ده يجي لي، ولاحظ ان هو ركز على الشباب. بالظبط. طبعا الشباب عماد الامه دكتور محمود. الشباب ده هو عماد الامه يعني. انا شفت فيديو كده بسيط لاحد القساوسه يعني من الخير، كان بيتكلم عن فكره ايه، فكره ان ازاي اوروبا معدل الشباب فيها قليل ومنخفض جدا، ومعدل كبار السن عالي جدا، وازاي ان المسلمين والعرب معدل الشباب عندهم بالعكس، العكس. معدل الشباب عندهم عالي جدا وكبار السن قليلين. لذلك حتى دكتور محمود فيروس كورونا دلوقتي المنتشر، ربنا يعافينا يا رب ويعافي الامه الاسلاميه. لو لاحظت ان هو في البلاد العربيه والدول الاسلاميه اقل حده من الخارج، من اوروبا ومن غيرها، حتى عدد الاصابات وعدد الوفيات. فهم لازم يركز على الشباب، لان الشباب هم دول دعائم المستقبل، هم دول اللي منتظر منهم بعد كده ان هم يقودوا الامه. فهو بدا ازاي يستقطب الشباب ده، الشباب ده عايزين نجيبه، عايزين نستقطبه، نعمل ايه؟ بدا يعمل برامج، بدا يعمل اذاعات، بدا يعمل مسلسلات، بدا يعمل افلام. عشان يستقطب الشباب ده يبتدي ينشر الفكر بتاعه من خلال هذه الامور. تمام. فبدا اول حاجه استقطاب الشباب من خلال هذه الامور، من البرامج التلفزيونيه والاذاعيه وغيره. بعد كده دكتور محمود بدا، لو لاحظت انتشار المدارس الغربيه. تلاقي مثلا عندنا المدارس الامريكيه، المدارس الفرنسيه، المدارس الالمانيه، حضرتك واخد بالك، حتى الجامعات كذلك. ننشر هذه المدارس وهذه الجامعات جوه البلاد بتاعتنا، بالتالي الشباب يتعلم فيها، بالتالي يتشرب هذا الفكر. تمام. بعد كده بدا يركز على موضوع المراه. المراه وفكره التحرر والمساواه، وازاي ان المراه مهانه في الاسلام. الاسلام يا دكتور محمود اللي هو كرم المراه، كلنا عارفين من العدل يعني، جعل المراه اما مسؤوله من ابنائها.
جعلها أخت مسؤولة من إخوانها، جعلها بنت مسؤولة من أبيها وأمها، فجعلها امرأة مسؤولة من زوجها. الإسلام جعل سورة عندنا في القرآن اسمها سورة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم، الله يبارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، يوصي النبي يوصيكم بالنساء خيرا، النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بدأوا يركزوا على فكرة لا ده الحجاب ده بيخفي جمالك، عشان ازاي وبعدين انت من حقك اصلا تبيني مفاتنك وتبيني شعرك، والتحرر ومساواة المرأة بالرجل. من هذا المنطلق بدأ يدخل هذا الفكر، بدأت الفتيات تتكلم فيما بينها، والنساء لا احنا حقنا، احنا المفروض احنا وما الى ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ بالبشرى عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبر بالغربة، نعم، فلم يقل وسيصبح غريبا، وإنما قال وسيعود كما بدأ غريبا. لماذا؟ لأن فعلا دكتور محمود حضرتك لو بصيت في واقع الأمة هتلاقي فعلا أن في حاجات كتير جدا من العقيدة الإسلامية تزعزعت، ودي برضو من خطوات تغريب الشباب، أن هو يبتدي يضرب في العقيدة بتاعتك. اللي هو ايه المشكله يعني ان الانسان يبقى عنده تعدد في الالهه؟ ايه المشكله ان الانسان يعبد صنم او يعبد حجر او دي حريه شخصيه؟ فبالتالي بدا شباب من المسلمين يدافعوا عن مثل هذه الامور. تلاقي مثلا شاب بيقف قدامك بكل وضوح وبكل يعني جساره ويقول لك ايه المشكله يا اخي ما يعبد بوزه ويسجد لصنم؟ ايه المشكله؟ وده مسلم، شاب مسلم. ايه المشكله ان يبقى في تعدد الالهه؟ ايه المشكله ان يبقى اصلا مول؟ ايه المشكله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم ان الاسلام هيبتدي يرجع سيعود غريبا كما بدا. اللي هو تقول له مسلم والدين والعقيده يقول لك مش مقتنع، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ انت مش ملاحظ دكتور محمود ان في بعض السنن لما بتيجي تقولها للشباب يقول لك انا اول مره اسمع عن الكلام ايه ده؟ إيه دي سنه؟ لا لا لا، ده حاجه ماتت، صح؟ بعض الامور العقديه اللي ما فيهاش خلاف يا دكتور محمود، انت حضرتك بتشوف النهارده الجدال بين الشباب على السوشيال ميديا، لا ده لا ازاي، ايه المشكله؟ واحده مثلا ملحده او ايا كان ماتت، لا ده ربنا يرحمها وتخش الجنه. فبدا النهارده فعلا الاسلام بدا فيه غربه كبيره جدا جدا، واصبحت انت لما بتتكلم عن هذه الامور العقديه الثابته الصحيحه ايه ده انت جاي منين؟ ده تخلف ورجعيه، وانت انسان ايه ده؟ انت جاي منين؟ انت جاي لنا من الكهف انت ولا جاي منين؟ فعلا الاسلام بيعود غريب كما بدا. صحيح. انظر الى حال المسلمين كده وحال الشباب. نعم. الشباب اللي بنشوفه في الشارع المسلم ده شباب؟ نعم. شباب بتاعنا. طيب الا توافقنا راي ان من خطوات التغريب في الزمان اظهار اهل الفن والطرب باظهار النجوميه وعلى انهم هم القدوه؟ اكيد طبعا دكتور محمود، يعني بصرف النظر عن ان في تربيه خاطئه من بعض المسلمين، تربيه اولادهم على العقيده الصحيحه او على سير الصحابه والسابقين عبد الله بن عباس واسامه زيد. الشباب الصغير ده كان معاذ ومعوذ في غزوه بدر، عملوا ايه عشان النبي عصام سب؟ بصرف النظر عن هذه الامور، انت حضرتك بتشوف النهارده الشاب، كنا زمان كده تساله عايز تطلع ايه يا حبيبي؟ يقول لك دكتور، عايز اطلع ظابط. دلوقتي تقول له عايز تطلع ايه يا حبيبي؟ يقول لك ايه؟ انا عايز اطلع ممثل، عايز اطلع مغني، لا انا عايز اطلع لاعب كوره. فاصبح النهارده الموضوع مصدر للشباب ان فلان ده المغني او الممثل او المطرب او لاعب الكوره حتى، ده هو الغايه، ده هو الهدف، ده هو الصح. فين بقى قصص الصحابه؟ وده برضه دكتور محمود هيرجع لتقصير بعض الدعاة وبعض القنوات الإسلامية اللي ما بتحاولش تواكب الشباب في هذا الأمر، وتعرض له الأمور بطريقة أن هو تواكب عصره وتفيده في نفس الوقت. صحيح. حضرتك أشرت أن من خطوات التغريب نشر المدارس الأجنبية والغربية والجامعات كذلك، ولكن أنا أظن والله أعلم أن الهدف من نشر تلك المدارس أو الجامعات الغربية والأجنبية هي أيضا افساد اللغه العربيه. بالظبط. وضعف مكانه اللغه العربيه في نفوس كتير من الشباب. أكيد. والاهتمام باللغات الاجنبيه. النهارده دكتور محمود لو جيت تكلم شاب من الشباب باللغه العربيه، اللغه العربيه اللغه الام، لغه القران، استهزئ بيك ويسخر منك. نعم. تلاقيه ابتدي بيرد عليك ايه يا سي، انت جاي من قريش، انت جاي منين؟ لغه القران، اللغه العربيه لغه القران. وكمان بيحاول يظهر اللغه العربيه على انها قاصره، ما تقدرش تعبر عن كل المعاني. النهارده الشاب دكتور محمود عشان يبان ان هو حد جنتل وحد مواكب العصر بيتكلم ايه؟ انجليزي. كلم انجليش، كلم فرنساوي، يبتدي يتعالى عليك، وتلاقي حتى طلعوا لغه كده اسمها فرانكو اللي هي مزج ما بين الحروف الاجنبيه وبين الارقام. فده ضياع للغه العربيه. لذلك الشاب النهارده بقى تيجي تكلمه باللغه العربيه او تكتب موضوع باللغه العربيه يقول لك مش فاهمه ايه معنى الكلمه دي وايه الكلام ده. وطبعا هو درس في الازهر عشان ياخد الكلام اللي كنا بناخده، قبر حرب بمكان كفر وليس قرب قبر حرب من قبر. فالنهارده اصبحت اللغه العربيه فعلا بتظهر للناس على انها قاصره. ما ينفعش تبقى لغه علم، مع ان سبحان الله لغه القران الكريم. فالشباب اصبح بيتنصل من لغته الاصليه، اصبح النهارده بيهرب،
عشان يبقى راجل متمدن ومواكب للعصر و و و عشان يقلد فقط. فاصبح النهارده الشاب المسلم مقلد ينقاد بس، يعني انت بتوجهه بس كده لموضه معينه او الفتيات توجههم لموضه معينه تلاقي كله مشي وراه، شاف الممثل الفلاني بيتكلم انجليزي كويس و و وكذلك برضه في مجال سوق العمل يا محمود. صحيح النهارده اصبح اقول لك اللغه العربيه تقول له ممتاز، يقول لك اعمل بيها ايه؟ فين اللغه؟ احنا بنقول العمل نعم اشتركوا تعلم لغه الاجنبيه. واحنا ما بنروحش برضه كلام ما يتفهمش ان احنا بنقول ان اللغات الاخرى غير مهمه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له تعلم لغتهم. نعم فبالتالي لا احنا بنقول مهمه بس ما تبقاش هي اللغه الاولى، اللغه الاولى وانت لغتك مركون على جنب. تعرف يا دكتور محمود ان من ضمن خطط المستعمر في البلاد اللي بيحتلها او المحتل انه اصلا يمحي اللغه الام؟ دي من ضمن الخطوات الاولى. ليه؟ عشان هو لما لذلك في بعض الدول العربيه تلاقيهم ما بيتكلموش عربي اصلا، بيتكلموا فرنساوي، بيتكلموا تاخد بالك بعض شمال افريقيا بيتكلموا فرنساوي. انت مش فاهم هو بيقول ايه اصلا. فبالتالي طبعا ان هو عايز يظهر اللغه العربيه قاصره عاجزه عشان ابنائها يتنصلوا منها. واصبح سوق العمل كله يتطلب انك يبقى عندك لغه انجليزيه وممتاز فيها. لا لا يتنافى مع انك ما تتنصلش من لغتك الاصل. صحيح لغه القران الكريم. اذا لا شك ولا ريب ان الهدف من كل تلك الخطوات خطوه التغريب، نشر الافكار المنحرفه الغريبه الغربيه، نشر المدارس والجامعات الاجنبيه الغربيه، اضعاف وافساد اللغه العربيه، اظهار اهل الفن والطرب بمظهر النجوميه وعلى انهم قدوه. الهدف من كل تلك الخطوات يعني عشان نكون متفقين هو زعزعه الايمان وزعزعه العقيده في نفوس الكثير من الشباب. ويمكن لجأ الغرب، ويمكن ده بقى الامور دي منتشره في هذا الزمان، لجأوا الى اثاره الشبهات حول دين الله تبارك وتعالى، ان هو يشككوا الشاب في دين الله تبارك وتعالى. اظن هذا امر منتشر وخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيعتمد دكتور محمود ده على انه لغى شخصيه الشاب المسلم. لغى الشخصيه. النهارده الشاب المسلم تعالى تقول له عد العشر المبشرين بالجنه، ما يعرفش. تقول له عد لي فريق من فرق القرى، هيقول لك الارقام والارقام واسماء اللاعيبه والمراكز والاحتياطي والمدير الفني وقصه النادي منذ انشئ لحد اللحظه اللي احنا فيها، صح؟ فلغوا الشخصيه المسلمه. بعد ما لغى الشخصيه وبقى في تقصير برضه في البيت يا دكتور محمود من تعليم الابناء والجلوس معهم والهمك في الحياه، اصبح النهارده الشاب عقيدته هشه. لو جت يعني اي شبهه يقع فيها. بعض الشباب يا دكتور محمود يعني لو اخفيك سرا يعني بيسالني سؤال، يعني بيقول لي هو ايه المشكله؟ هو لما حب بقى هنا يتوغل في دينه، وانت تخيل انت بيقول لي ايه المشكله لما قابل واحد زي الحديث بالظبط، الشيطان احدكم فيكون من خلق كذا الى انت احدكم فيكون من خلق الله. ربنا لك ايه المشكله نقعد مع واحده ونتكلم؟ القران نفسه بيقول ما فيش مشكله. بقول له ازاي؟ قال لي شوف عندك الايه ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. في الاخر ربنا يهديك، يعني دي في المطلقات التي في العده. ارجع للتفسير. صحيح. واحد يقول لي طب هو ربنا بيقول في القران الكريم ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها؟ قلت له قال لي طب خلاص انا اصلي ليه؟ قلت له طب تمام، انت عندك امتحانات وعندك مذاكره وعندك ما تروحش ما تذاكرش ما تروحش، ربنا عايز ينجحك هينجحك، ما تشتغلش ولو ربنا هيرزقك هيرزقك. فاصبح النهارده الشاب المسلم عقيدته مهزوزه، بيدور على اي مخرج يروح يخرج من الدين. اي مخرج يخرج، يروح الحاد، يروح شذوذ، يروح هنا، يروح هنا، عشان يبقى متحرر وانه يعني ما فيش قيود عليه يعمل اللي هو عايزه للاسف. فاصبح النهارده اثاره، حضرتك شوف النهارده في كام برنامج او كام قناه معده لتشكيك الشباب في عقيدته. شوف كم الشبهات اللي موجوده، وادخل على الصفحات دي وشوف كم الشباب اللي مقتنع ومتشرب هذه الافكار وماشي وراه وبيدافع عنه. لذلك ما تستغربش كتبوا الاسلام. الله يبارك في حضرتك. يعني النبي عليه الصلاه والسلام دايما اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه بن اليمان، قال يا رسول الله فهل بعد هذا الخير، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال اناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم. لما قالوا صفهم لنا قالوا ايه؟ اما انهم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. منتسب للاسلام ومسمي نفسه اسلام او محمد او محمود، مسمي نفسه ويطلع يشكك في عقيده الشباب ويطلع يضرب في الائمه ويطلع ويطلع، وتلاقي شباب خلاص بينساق، لان زي ما قلت لحضرتك الشباب تم تغريبه. وبالتالي بقى ما فيش مشكله خالص، حصان طروادة جوه بقى جوه خلاص. مين اللي بيفتح الحصون؟ احنا الشباب بتاعنا اللي بيفتح الحصون من الداخل. فاصبح النهارده المحتل او صاحب هذا الفكر ما عندوش مشكله، هو مش هيضرب طلقه لانه هو محتلك اصلا من الداخل. فاثاره الشبهات حول العقيده حضرتك شوف بيتصرف عليها قد ايه. صحيح.
لا نعلم زمانا يعني فسدت فيه أخلاق الشباب كهذا الزمان، لا نعلم زمانا انتشرت فيه الفواحش كهذا الزمان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويمكن دي من أهم برضو يعني أسباب انتشار الأفكار، هو إفساد أخلاق الشباب وإشاعة الفواحش عن طريق بقى أمور عديدة، منها مثلا أقرب مثال على ذلك في هذا الزمان إباحة الاختلاط. المانع، المانع زي ما بيقول البعض كده يا شيخ وائل، المانع يكون فيه اختلاط بين شباب الفتيات في الجامعات. هتعقدها ليه يعني؟ هتعقدها ليه يا دكتور محمود؟ المشكلة يا دكتور محمود مش بس في إثارة الفواحش وانتشارها، المشكلة بقت في إقرار الناس ليها. والناس مش شايفينها حاجة غلط، بالعكس أنت النهاردة لو جيت تتكلم هتبقى دي الغربة يا دكتور محمود. فالنهاردة موضوع إباحة الاختلاط، النهاردة بتيجي تكلم الشباب يقول لك لا لا والله زي صاحبتي، دي زي أختي. ده والله أحد الشباب قال لي طب والله ده بتصحيني صلاة الفجر والله. قلت له ما شاء الله الله أكبر يعني. فقلت له طب أنت عندك موبايل؟ قال لي قلت له جربت مرة تجيب الشاحن بتاع الموبايل كده وتحطه وتلاقي الموبايل بيشحن 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 وتيجي تشيل الشاحن ما تلاقيش، تلاقيه فاضي. قال لي قلت له هي دي الفكرة. أنت الشيطان يقول لك والله دي بتصحيك، دي بتخليك تقرأ قرآن، دي بتخليك تصلي، بس ده شحن وهمي. أحد الآباء في مرة بيحكي لي إن بنته كانت صغيرة وملبسة وبيعودها إن هو تلبس الحجاب، واحد اتهمه بالتشدد، قال له أنت عاوز تعقدها وهي من صغرها؟ يا دكتور ده تتكلم عليه. طب ما في من فترة مدرسة كانت بتقول بتنصح الولاد إن هم يلبسوا الحجاب، قامت الدنيا ولم تقعد يعني إزاي ولا أو فأصبح النهاردة المشكلة يا دكتور محمود مش بس في فساد الأخلاق أو شيوع الفحشة وتعود الناس عليها، لا لا لا، ده بقى إقرار الناس بيها، وبقى اللي يعمل عكس ده بقى هو الانسان الغريب، هو الانسان المعقد، هو الانسان المتخلف، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلينا نتكلم برضو يمكن من اهم وسائل التغريب او خطوات التغريب في هذا الزمان، انتشار كما يقولون الثوره المعلوماتيه او انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، شبكه العنكبوتيه، التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ويمكن دي يمكن اهم او اكثر الوسائل اللي استطاع الغرب ان هو يصل الى عقول الشباب من خلالها. دكتور محمود في احصائيات عملت كده قريب، عدد الناس اللي بتدخل المقاهي اللي بتاع الانترنت ونسبه الشباب فيهم، عارف نسبه الشباب تحت 30 سنه كام في الميه؟ 80%. 80% من الشباب تحت 30 سنه هم اللي بيقعدوا على الانترنت وبيقعدوا بيضيعوا. فاذا استهداف الشباب استهداف واضح. فتخيل انت مثلا لعبه زي بابجي مثلا، شوف انت منتشره ازاي والشباب كام حد بيلعبها، ولسه على فكره من يومين اتنين ماتوا تحت في الاسماعيليه عشان ماشيين يلعبوا بابجي وقعوا تحت القطر. فتخيل الموضوع وصل لفين. عارف فاكر كان في تحديث قريب لبابجي لازم تسجد لصنم عشان تعدي المرحله. فانا بسمي المرحله دي اسمها مرحله جس النبض. هو عايز يشوف الشباب المسلم وصل للمرحله اللي هو عايزها ولا لسه. صح. فاجيب لك صنم لقى بعض الشباب معترضه وبعض الشباب قبله، بس لسه في ناس بتعترض مش دلوقتي. مش هندخل بقى الحصن، الحصن لسه ما فتحش قوي وموارب بس كده. لا طب نجرب كده نعمل حمله خلع الحجاب، شوف الناس رد الفعل، رد الفعل قوي. طب لا استنوا شويه، استنوا شويه. فاصبح الالعاب الانترنت النهارده الشباب، انا لسه والله العظيم اب بيشتكي لي بيقول لي ابنه منزل ابلكيشن معين، الابلكيشن ده عليه شاتنج مع بنات تعارف، عليه العاب وبيشحنها ب 4000 جنيه في عشان مش عارف يجيب ذهب وماس وحاجات غريبه كده. فتخيل الموضوع وصل فين، الشباب عايش في ده. صح. الشاب عايش بقى دلوقتي عايش في الثوره المعلوماتيه وفي الانترنت وفي الالعاب، ويريته بيستغلها استغلال صحيح، لا هو نايح في ناحيه الاستغلال الخاطئ للاسف. طيب شيخ وائل، مع كل تلك الخطوات وسائل التغريب، انتشار المدارس واللغات والجامعات الاجنبيه، افساد الاخلاق واشاعه الفواحش، زعزعه العقيده وزعزعه الايمان في نفوس كتير من الشباب، يعني الثوره المعلوماتيه، شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، مع كل تلك الخطوات التغريب خلاص ممكن واحد يقول لك ده يبقى صعب، صعب نقدم علاج، صعب نقدم حل، ايه الحل وايه العلاج اللي نقدمه للشباب في هذا الزمان؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث من قال هلك الناس فهو أهلك، فهو اهلكهم او نعم. اهلكهم نعم، هو اللي حكم عليهم. نعم. مفيش في روايتين. نعم. مفيش الكلام ده، لا ان شاء الله الخير موجود. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حاجه مستقبل، مش النهارده ولا بكره ولا بعد، انت لازم تفضل مكمل على الطريق الى ان تصل الى الله عز وجل. اعمل اللي عليه حتى لو لوحدي طبعا. يعني 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 اسلك طريق النجاه. نعم. يعني ولو كنت انت لوحدك انت الذي تسلك. نعم. هذا الطريق بالضبط، ولا تسلك طريق الهلاك، ولو كل الناس سلكت هذا الطريق مش. نعم. عشان الناس بتعمل، لا 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 ابدا. وده اللي بيحصل دلوقتي يا شيخ وائل، ان واحد مثلا يلاقي نفسه ملتزم متدين في وسط الناس اصلا مش ملتزمين، فيحس نفسه يقول لك انا غريب، ده يمكن هم يكونوا على حق وانا على باطل. لا مش بس كده يا دكتور محمود، وده اللي يمكن قلت في المقدمه ان هو بالزبط. يصير منبوذ بين الاخرين. احد برضه الشباب الملتزم برضه دكتور محمود عليه عامل وعنده مشكله، فكره انا ملتزم يعني خلاص، يبص للناس باحتقار. شوف الشاب ده لا ايه ده بص بيعمل ايه، ربنا عمره ما يقل. سبحان الله، كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم. ما تنساش بس ان انت كنت كده اصلا. ما تحكمش على ده،
يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يغفر الله لهذا. فقال من هذا الذي يتألى علي الخير؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فأنت ما تضمنش خاتمتك. بعض الشباب الملتزم ودي حاجة بتضايقني أنا شخصيا بينظر للشاب العاصي على إنه إيه ده؟ إيه لا 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 بتعالي وده مش صح. وبعضهم زي ما حضرتك بتقول لا انا غريب وخلاص وماليش دعوه اني ادعو بنفسي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. والحديث واضح فيها انكم تقرؤون هذه الايه على غير معناها سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. لا ما فيش الكلام ده. الانسان المسلم انسان مصلح صالح ومصلح. لازم انت تنصح للشباب. لازم لو لقيت واحد تاخده بالراحه تشوف مشكلته ايه. انت ما تعرفش قد يلين معاك احدهم والله بكلمه كلمه واحده بس مجرد انه انا دكتور محمود كنت لسه واقف في محل من يومين ودخلت احد الامهات فاول ما شافتني كده عملت لي كده فخير يا امي قالت لي ما بحبهاش. قلت لها بتحبيش النبي؟ انا جبت سيره النبي. قلت لها النبي عليه الصلاه والسلام كان ملتحي كده فاحنا بنعمل زيه. انت عملت كل حاجه؟ قلت لها والله ما عملناش حاجه احنا بنحاول نعمل حاجه من الحاجات اهو. في اخر الشاهد ان في اخر الكلام اتبسطت جدا وطلعت وهي مقتنعه ان اللحيه دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فانت اسلوبك كشاب ملتزم عليك مسؤوليه. صحيح. لازم انت تنصح للشباب ما تقولش خلاص ما فيش امل. لا في امل ان شاء الله. اخلص انت النيه. نعم. دايما اسمع سيدنا الشيخ محمد حسان يقول لو في واحده زعلانه واثنين راحوا يصلحوا وما صلحتش نضرب الاثنين ليه؟ ابعثوا حكما من اهليه وحكما ان يريد اصلاحا يوفق. فانت لو انت اخلصت النيه لله عز وجل فعلا كان عندك نيه انك تصلح ربنا هيوفقك ان شاء الله. طب اذا اتفقنا ان في علاج كل تلك خطوات التغريب في هذا الزمان. طبعاً. وسائل العلاج بقى اول وسيله من وسائل العلاج دكتور محمود الوسيله دي شاملنا كلنا انا وحضرتك والدوله وغيره وغيره ان احنا نحمي الشباب ده من نفسه. يعني الثوره بتاع الانترنت دي ليه ما يبقاش في ضوابط على المواقع الاباحيه اللي مدمره 3 ارباع الشباب؟ لا دكتور محمود بتلاقي ما شاء الله برضو الاباء والامهات الولد قد كده ومعاه موبايل تاتش واندرويد وبيخش على المواقع مش مفيش اصلا مراقبه. فلازم يبقى في مراقبه على الامر ده. لازم ما تسيبش ابنك وما تسيبش بنتك قاعد على النت من غير اي مراقبه. مفيش مشكله خالص انك تتابعه ما تحسسوش ان انت لا يعني تابعه. بس اهم شيء ان الاب والام يظهروا منظر القدوه. طبعا طبعا مش الاب والام مثلا نفس الكلام برضو على موقع التواصل الاجتماعي. هو اللي لسه اقول لحضرتك اهو اظهار القدوه للشاب المسلم. نعم. فين القدوه؟ هو يتبع مين دلوقتي؟ تقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ده النهارده النبي عليه الصلاه والسلام يسب صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به وتلاقي شباب من المسلمين بيدافعوا ويبرروا للطرف الاخر. في مصيبه اعظم من دي؟ في مصيبه اعظم من هذه المصيبه؟ ان الله وان اليه راجعون. فالاب والام لازم يظهروا بمظهر القدوه. لازم الاب يبقى قدوه. ما يقولش لابنه روح صلي هو قاعد في البيت ما بيصليش. ما يقولش لابنه ما تكذبش ولما حد يخبط قول له مش هنا يا حبيبي فيطلع بقى بكل براءه بابا بيقول لك هو مش هنا طبعا بيتمسك جوه يتظبط انت عارف يعني. فلازم تظهر بمظهر القدوه. لازم الام تظهر بمظهر القدوه لبنتها. والله دكتور محمود احد اصحابي شغال في محل ملابس بيقسم لي ان امي دخلت مع بنتها عشان تشتري هدوم فالبنت عايزه تشتري حاجه طويله وما تقول لها ما تقصريها شويه قصريها شويه. لك ان تتخيل يعني الام اللي بتقول قصريها شويه. فطبعا لازم الاب والام يظهر بمظهر القدوه. لازم نقدم للشباب المسلم قدوه حسنه. نعم. الشباب المسلم معتقد ان القدوه الحسنه انت عمال جايب لي قدوه حسنه واحد بيصلي ويصوم بس مفيش الكلام ده. نعم. تشوف معاذ راح اليمن يعلم اهل اليمن. بتشوف خالد الوليد هو قائد. في نفس الوقت الشيخ وائل عاوزين نقول برضو ان القدوه مش معصوم. اكيد. يعني العصمه دفنت يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل منا يؤخذ منه ويرد عليه كما الامام احمد الا او الامام مالك الا صاحب هذا القبر. مفيش الكلام ده. ما احنا لازم تقول له ان ده مش ملاك. هو دايما الناس دكتور محمود بتنتقد ليش الشخص الملتحي الملتزم يظهر عليه السمت عشان هو معتقد معتقد ان هو بيغلطش مع ان ممكن تلاقي واحد تاني بيعمل الخطا فده برضو من ضمن الافكار الخاطئه في دماغ الشباب. لا حبيبي هو احنا بنحاول كلنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فالنبي قال له إيه؟ حولها أنا ومعاذ ندندن. فكذلك لا أنا وأنت أنا بغلط وأنت بتغلط. مش معنى إن أنا بنصحك إن أنا خلاص حد ما عملش هذا الخطأ. ممكن أكون بنصحك عشان مش عايزك تقع في الخطأ اللي أنا وقعت فيه. فلازم الأب والأم يبقى قدوة. لازم نقدم قدوة للشاب المسلم علما وعملا. لازم أحميه من الأمور اللي حواليه. لازم أوفر له الوقت الضيع بتاعه ده املهوله في وقت شايف ابنك قاعد 6 ساعات ما بيعملش حاجه. دور على وحاجه تملى له وقت فراغه.
دور على تصدير شخصية مسلمة. أنا أعرف أحد الناس والله بيقعد مع أولاده، مع رغم انشغاله كل يوم بالجايب كتاب قصص الرسول وقصص الصحابة، ويقعد مع أولاده كل يوم حاجة دي خمس دقايق. صحيح. فلازم الاب والام يبقى قدوه، لازم المجتمع يقدم القدوه دي. دكتور محمود لازم نوع الشباب ان مش اهل الفن واهل الغناء واهل الطرب هم القدوه، لا في قدوه غيرهم. بعد زعزعه الايمان والعقيده في نفوس الشباب، ازاي نغرس في نفوسهم مره من اخرى حب الايمان وحب العقيده؟ بقول لحضرتك يا دكتور محمود، انت لازم الشاب يجي لك الاول. لازم يا دكتور محمود ندور على وسائل، احنا كقنوات اسلاميه او كناس ملتزمه ندور على وسائل حديثه. النهارده في ثوره كبيره جدا. فالشباب النهارده اذا ما كنتش مواكبه مش هيسمع لك بلغتهم. الله يبارك في حضرتك. لازم انت تجيبه بلغته وتوصل له العقيده الصحيحه من تحت خالص، لان في شباب اصلا تقول له قول لي حديث بني الاسلام على خمس، والله ما يعرفه، والله ما يعرفه، والله لا يستطيع ان يقرا ايه من القران الكريم كامله، ايه صحيحه كامله. فلازم تجيب الشباب دكتور محمود الاول عندك، وبعد كده تقعد تغرس فيه العقيده، تغرس فيه اول حاجه التوحيد. اللي بقيت النهارده محتاج تدعو المسلمين وشباب المسلمين للتوحيد. صحيح. عايز تقول له يعني ايه توحيد؟ يعني ايه قل هو الله احد؟ تغرس فيه العقيده الصحيحه، تغرس فيه اركان الاسلام، اركان الايمان، حب الصلاه، حب الصيام. كل هذه الامور لابد انك تغرسها، بس تجيبه له. ايضا يمكن ارى ان من اهم وسائل العلاج لخطوات التغريب في هذا الزمان نوفر فرص عمل الشباب. هو اللي بيأدي مثلا الشباب يشككوا في دينهم في عقيدتهم من الفراغ عندهم، مفيش عمل مفيش فرص مستقر. دكتور محمود لا، في يا دكتور محمود اعمال وهميه دلوقتي على الانترنت، يقول له تعالى مش عارف هتعمل ايه. صحيح. وتاخد كام دولار في الشهر زي التيك توك مثلا. النهارده الشباب والبنات كلهم متجهين، شوف كده خلي حد يحمل ابلكيشن وشوف كام شاب وكام فتاه على التيك توك ووصلوا لانهي مرحله في القاع بالظبط، اعتقد انهم عدوا القاع يعني. فوفر له فرص عمل حقيقيه حقيقية، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت تطوعية. وفر له فرص عمل يملأ بها الفراغ ده، ما تسيبوش لفرص العمل الوهمية، ما تسيبوش ان هو يستقطب. ما تسيبوش انه يتخطف بمعنى اصح. تمام. ازاي نربط الشباب بالعلماء بحب العلماء؟ طبعا دكتور محمود، وخاصة ان في احيان بعض الاحداث ممكن تأثر في نفوس كتير من الشباب، وصورة الشباب الملتزم نفسه تزعزع في صورة في نظر الشاب نفسه، فعاوزين نرجع الحب او ربط الشباب بالعلماء. دكتور محمود، ما هدم في سنوات ما هدم في سنوات لا يبنى في يوم. الشباب للاسف انت بقاله فتره طويله جدا بيشوف قدامه الشخص الملتحي او الشخص الملتزم او ده يا ارهابي يا متطرف يا غبي مش فاهم حاجه يا متخلف. صح، مش ده مظبوط؟ طيب زي ما قلت لحضرتك، احنا النهارده عايزين نربطهم بالعلماء. يبقى زي ما قلت لحضرتك لازم ننزل، احنا ما ينفعش نفضل مكاننا. بالنسبه له لو الشخص ده مثلا ملتحي مثلا صدر منه خطا، هو بالنسبه له كل الملتحين خلاص ذوي الاخطاء. يعني ده تيجي تقول له لك ملتحين ده انا شفت وشفت وشفت وعمل وتعالى شوف، سبحان الله. ما برضه الناس الملتزم عليها مسؤوليه. لازم يعرف ان هو يعني الناس بصله بصه ثانيه خالص، فيحاول قدر المستطاع انه يقلل الاخطاء دي. اربط ازاي الشباب بالعلماء يا دكتور محمود؟ لازم الاول الشباب يشوفوا النماذج مننا احنا كشباب اللي هو مرتبط بالعلماء، لازم يشوف النماذج دي على ارض الواقع، ان هو مش متكبر زي ما قلت لحضرتك، مش متكبر عليه، مش متعلق. لان لما بيشوف الشاب، بيشوف الشاب اللي زي الملتزم اللي هو مثلا بيسمع العلماء او بيسمع يحضر الخطب او الدروس او الكلام ده، بيشوفه متكبر ومتعالي عليه، يقول لك ده هو متعلم منه. صح، ده انا في واحد معايا تلميذ الشيخ فلان او بيقعد بيسمع الشيخ فلان بيعاملنا على اننا كفار، ومفيش الكلام ده. صحيح. فلازم احنا كشباب الاول تلاميذ العلماء نوصل للشاب ده لا احنا مش كده. ولا احنا بنتعلم مش من علماء كده. فبالتالي هو لما يشوف فيك النموذج ده هيحب اللي علمك، تدي يرتبط. لان طبعا انت بتشوف انت بتحارب من كام جهه، من كام جهه بتحارب، وكام برنامج بيحارب الصوره دي، فانت لوحدك. بس انت لوحدك تقدر تعمل لو قدمت النموذج الحقيقي. ازاي بقى نقدم النموذج الحقيقي؟ اظهار الشاب بصوره الشاب المسلم التقي النقي. اولا دكتور محمود طبعا يعني احنا بدايه لازم يكون محافظ على الفروض، يعني ابسط حاجه الصلاه. يعني كل انسان بيصلي. يعني انا النهارده يعني من ضمن الكلام احد الناس قال لك هو انتوا ليه شايفين ان احنا الناس ملتحيه؟ طبعا هو انتوا ده بيكلمك ان انت من كوكب اخر، يعني انت اصلا من الفضاء ونازل الارض، فانت دي حاجه غريبه عليه. فيقول لك ليه انتوا شايفين ان انتوا بس اللي مسلمين واحنا كفار؟ اه والله العظيم تخيل. ترى مين اللي قال لك كده؟ قال نفس الكلام اللي سمعته. قال لي والله في ناس بتعاملنا على اننا كفار مش مسلمين. لا مفيش الكلام ده. احنا اظهار الشخص المسلم هو تلاقيه شخص ملتزم، شخص صادق في التعامل مع الناس، شخص واخد باله كويس جدا من ان هو الناس بص عليه، وان هو ربنا سبحانه قد يحاسب، قد ممكن ربنا يحاسبه على ناس ضلت بسببه وبسبب ان هو ما قدمش النموذج الكويس. انسان بسيط جدا بيصلي بيصوم بيزكي، خلقه خلق حسن،
تعامله تعامل طيب، انسان متسامح، انسان يكون صوره حقيقيه. انت عايز حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فمن احب ان يزحزح ان يدخل الجنه وان يزحزح عن النار فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. ليه في حديث اخر يسمى عامل الناس وخلق الناس بخلق حسن، عامل الناس زي ما تحب ان هم يعاملوك. بس بسيطه جدا. طيب في زمن الغربه المتمسك بدينه كالقابض على الجمر بيقول انا بحاول اغير من نفسي واغير من حولي واصلح في نفسي واصلح من غيري، ولكن خلاص حاولت مره واثنين وثلاثه ما العمل؟ هل اهاجر؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيره، ولا اعمل ايه؟ لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. ونيه سنت. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. استاذ محمود بعض الشباب للاسف اللي عايز يتوب او عايز يقلع هو مش عارف الخطوات الصحيحه. يعني هو ممكن يقول لك لا خلاص هتوب وبتاع ولسه ماشي مع نفس الشباب اللي بيروحوا نفس الاماكن صحيح وبيعملوا صحيح نفس الاعمال. فهي هيتوب ازاي وهو في مغناطيس بيشده كل ما يحاول يبعد مغناطيس يرجعه تاني؟ مظبوط. فلازم هو يعرف الخطوات الاول، هو يعمل ايه؟ اول حاجه تقلع عن الذنب. خلاص خدت القرار، اجي تغير البيئه بتاعتك. غير البيئه، استبدل بقى واسجد واقترب بقى. انت خلاص بتصلي، ما كنتش بتصلي ايه بتصلي، بس لسه ماشي مع الشباب اللي بيروح البلاي ستيشن واللي بيلعبوا ببجي واللي يقول لك يلا خش الغرفه دي بقى عشان نبقى مع بعض، هتعمل ايه ساعتها؟ هتروح فين؟ فانت هتصلي غير، مش معنى انك تتركهم بقى ولا لا، لو عرفت تنصحهم اهلا وسهلا، ما عرفتش لقيتهم هياخدوك خلاص. صحيح. تحافظ على الاعمال الصالحه، تحضر الدروس، تسال. لازم هو يعرف هيتغير ازاي، لان معظم الشباب بيسقط منه عنصر من هذه العناصر، فبالتالي يبتدي يرد تاني. والله لن يمل الله حتى تمل. اغلط 100 مره وتوب، وتوب 100 مره ربنا يتوب عليك. اغلط 1000 مره وتوب 1000 مره ربنا يتوب عليك ان شاء الله لو انت صدقت. عاوزين نقول للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس في زمن الغربه، اياك ثم اياك من صحبه المفسدين والمنحرفين والغافلين. نعم الله والهالكين. النبي عليه الصلاه والسلام الف حديث يا دكتور محمود، المرء على ديني خليله فلينظر احدكم من يخالف. بس تخيل انت بقى مهما كنت صادق ومهما كنت انت على دين الاخ اللي انت ماشي معاه. وهو انت يعني لو احنا كنا خدنا حديث يا دكتور محمود واحنا صغيرين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فانت النهارده ما تبقاش، لازم تختار الصحبه. الصحبه قبل الطريق. الصحبه دي هي اللي قادره باذن الله، انتوا قادرين مع بعض باذن الله ترتقوا وتوصلوا لرب سبحانه وتعالى، او قادرين ان هم فعلا يدكوك في اسف سابع ارض للاسف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان تمسكتم به كتاب الله وسنتي صلى الله عليه. فعاوزين نقول نريد كتاب الله عز وجل ليس تلاوه وحفظا فقط، كثيرون هم حفظوا القران الكريم، ويمكن ان شاء الله في اللقاء المقبل هنتكلم عن اجهزه تاثير للقران الكريم، ولكن بنقول كثيرون هم حفظوا القران، ولكن يعني هل من حافظين له دستور ومنهج ونظام حياه؟ هو ده سلاحنا في زمن الغربه، التمسك بالكتاب والسنه. الحافظين له كثير والعاملين به قدير يا دكتور محمود. للاسف يعني كثير فعلا حافظ القران، بس حد فينا فكر ان القران ده طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. فعلا القران الكريم هو مفتاح كل الامور. ولكن ليس حفظا. ما نقعدش نسابق بعض في رمضان، انا هختم 30 ختمه وانا اختم 40. طب استفدت ايه من 30؟ انا عايزك تختم ختمه واحده واستفيد منها 30 حاجه. مش عايزك تختم 30 ختمه وما استفدتش منهم ولا حاجه. القران الكريم حفظا، تلاوه، تدبرا، وعملا. حينما سئلت السيده عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه قالت كان خلقه القران. حافظ القران كن قرانا يمشي على الارض. نعم. هل الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس والمصلحون في انفسهم والمصلحون لغيرهم ممكن يعيش سنواته كلها وحياته كلها ينصح ويحاول يصلح من غيره ولكن قد يموت ولا نتيجه ولا ثمر؟ يعني سيدنا نوح. نعم. خرج من قوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ياتي النبي ومعه الرجل. وياتي النبي وما وياتي النبي وليس معه احد. تمام. تحسب من الناس دي بقى جزئيه في غايه الاهميه عايزين ناكد عليها، علشان كتير من الاخوه احيانا الملتزمين او الغرباء دايما تحس بيشعر بياس لما بيحاول ينصع غيره وما فيش اي نتيجه، ما فيش اي ثمره. يعني هنقول له حاجه واحده يا دكتور محمود، تشعر بالياس اذا لم يكن هناك اجر. نعم. حتى مهما نصحت ولا واحد جه معاك، النبي اصلا بيقول لك وياتي النبي وليس معه احد. تحسب من النبي اللي هيجي معهوش حد ده؟ ابدا. انت انتظر الاجر من الله عز وجل. نعم. بعض العلماء وبعض المشايخ بقى قاعد في المسجد ما فيش قدامه غير 5 6 7 8. طيب. بيسكت يقوم يمشي. طيب. اتكلم لو طلع بواحد بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من واحد بس. انا مش عايزك يبقى ليك جمهور والناس بتسمعك ومحدش. يا دكتور محمود في دعاء جدد حضرتك بتشوفهم. نعم.
كام واحد؟ شوف الناس اللي متابعيهم كام واحد؟ كتير، بس كام واحد تقدر تطلع منهم واحد؟ للاسف. في ختام حلقه حصان طروادها، ماذا يقول الشيخ وائل خضر للشباب؟ والله محمود انا عايز اقول للشباب حاجات كتير جدا يعني، وان كنت منهم يعني، عايز اقول لهم ان مفيش حد معصوم من الخطا. نعم. وان انت محدش بيخرجك عن الدين ولا حاجه خالص، وان انت الالتزام مش بعيد عنك، الالتزام قدام عينيك. نعم. بس ارجع لربنا سبحانه وتعالى. عايزه يقعد كده يعمل حسابات وموازنات بينه وبين نفسه، الايام اللي عاشها الفتره اللي فاتت دي كلها وعمل كل حاجه في حياته، كل حاجه غلط، استفاد ايه؟ يعني هو لو قعد النهارده عنده 20 سنه ولا 25 سنه وحسب حساباته، هل استفاد شيء؟ عايزه بقى يعيد حساباته تاني كده ويقعد بهدوء ويحاول يرجع لربنا سبحانه وتعالى، هيستفيد اكتر والله، وهيندم على كل لحظه مرت عليه وكان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ويعرف ان الحياه الحقيقيه هي في القرب من الله عز وجل. احسنت، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد. طوبى للغرباء، ابشروا ايها الغرباء الذين تصلحون اذا فسد الناس، ابشروا بقول الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ايها الغرباء، ايها الغريب، يا من تمسكت بدينك وسنه نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، يا من صدعت بالحق، يا من وقفت ضد الباطل، أبشر برضوان الله عز وجل عليك. طوبى للغرباء، ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه الذين يصلحون إذا فسد الناس. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان حصان طروادة إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز أخي الحبيب الشيخ وائل خضر. شرفت يا شيخ وائل، ربنا يبارك فيك وانت متألقا وفقا جزيلا دائما، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم البلاد والعباد. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.